واخيرا اخيرا هنحل المشكله الازليه، وانك تنقل محادثات الواتساب بتاعتك من موبايل لموبايل جديد. جايب انت موبايل جديد وعايز تنقل محادثات الواتساب بتاعتك، سواء الموبايل الجديد اندرويد او ايفون، هتقدر انك تحل المشكله دي وتنقل محادثات الواتساب بتاعتك. الواتساب كامل بالصور بالمحادثات بكل حاجه من الموبايل القديم للموبايل الجديد. طبعا المشكله الاكبر بتكون عند اللي شاري ايفون، فلذلك الفيديو ده هيساعدك جدا وهيسهل عليك الامور جدا، حتى تقدر انك تعمل نسخه احتياطيه من الواتساب اللي معاك دلوقتي على الكمبيوتر بتاعك او على اللابتوب بتاعك لحد ما تشتري موبايل جديد وتبقى تنقل النسخه بتاعتك عليه. يعني كمان مش شرط يبقى معاك الموبايلين وموجودين معاك في نفس الوقت، لا عادي جدا ان يبقى معاك موبايل واحد منهم والتاني هيتوفر بعد وقت تاني، وهعرفك تعمل الكلام ده كله ازاي. كل ده هيتم عن طريق واتس جو من اي تو لاب، البرنامج اللي هنزله على الكمبيوتر بتاعنا او على اللابتوب بتاعك، ومن خلاله هتبدا تنقل المحادثات الواتساب وكل حاجه موجوده على الواتساب، سواء صور، فيديوهات، ريكوردات، حتى لو استيكرات تقدر انك تنقلها. فيلا بينا نشوف ازاي نقدر نعمل الكلام ده. ولكن طبعا قبل ما نبدا ما تنساش تضغط لايك للفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت مش مشترك عشان يوصلك الاشعارات بالفيديوهات اول ما تنزل. في نهايه الفيديو هتلاقينا عامل لك مفاجاه مهمه جدا لاي حد عايز ينقل محادثات الواتساب بتاعه من موبايل للتاني. فلو انت عايز تنقل محادثات الواتساب بتاعتك لازم تشوف المفاجاه دي. زي ما شايفين يا شباب، دي صفحه تحميل واتس جو. الصفحه دي هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. لما تنزل تحت شويه كده هتلاقي انه بيقول لك تقدر تنقل الواتساب بتاعك من اندرويد لايفون، او من ايفون لاندرويد، او من اندرويد لاندرويد، او من ايفون لايفون، ايا كان الموبايل اللي معاك والموبايل اللي هتشتريه او الموبايل اللي جبته جديد، تقدر انك تنقل الواتساب بتاعك بدون اي مشاكل. طب تعالى دلوقتي نعرف ازاي هننزل البرنامج ونثبته وازاي ننقل الواتساب بتاعنا. هتبدا انك تضغط على فري داونلود، البرنامج هينزل معاك. البرنامج حجمه بسيط جدا في التحميل، 3 ميجا بينزل. فهتضغط تفتح البرنامج، وطريقه تثبيته من اسهل ما يكون. كل اللي هتعمله انك هتضغط انستول، البرنامج هيبدا انه يثبت معاك. طبعا مش هياخد وقت كتير، وانا مثبته اصلا قبل كده فمش مضطر للخطوه دي، فهقفل وافتح على طول واجهه البرنامج علشان نعرف ازاي هننقل الواتساب بتاعنا. زي ما انت شايف دي الواجهه الرئيسيه للبرنامج، سهله جدا وهي شرحه نفسها. من هنا تقدر تعمل واتساب باك اب للنسخه اللي معاك، بحيث مثلا ان المحادثات اللي عندك تحطها على البرنامج، وبعد كده تبيع الموبايل براحتك وتشتري موبايل تاني وتبدا انك تخش على البرنامج ده وتنقل النسخه اللي انت حطيتها على البرنامج على موبايلك. فدلوقتي لو انت عايز تاخد نسخه للمحادثات اللي عندك هتبدا انك تضغط على واتساب باك اب. طب دلوقتي تمام، انت خدت نسخه للمحادثات اللي عندك واشتريت موبايل جديد، هتجيب النسخه دي ازاي؟ من خلال واتساب ريستور هتبدا انك توصل الموبايل الجديد بتاعك بالكمبيوتر وتبدا انك تنقل النسخه اللي موجوده على الكمبيوتر للموبايل الجديد. برضو تقدر انك تعمل باك اب من جوجل درايف، عندك خيارات متاحه كتيره جدا عشان تقدر تنقل الواتساب بتاعك او النسخه بتاعتك. وطبعا الكلام ده موجود على الواتساب بزنس والواتساب العادي. انا دلوقتي هشتغل على الواتساب بزنس علشان طبعا النسخه اللي معايا على الواتساب العادي نسخه كبيره جدا، حجمها كبير، فهتاخد حوالي مثلا ربع ساعه او تلت ساعه، نص ساعه بالكتير على ما تنقل من الموبايل ده للموبايل التاني. فنسخه الواتساب بزنس بسيطه ما عليهاش محادثات كتيره، نبدا ان احنا نجربها. طبعا دلوقتي انا معايا الموبايلين، فانا مش عايز اعمل نسخه ولما اشتري موبايل جديد اخدها تاني، لا انا دلوقتي معايا الموبايلين موصلهم حاليا بالكمبيوتر، وهبدا ان انا انقل من موبايل للتاني على طول. هبدا ان انا اضغط ستارت. طبعا لازم السورس بتاعك، المصدر اللي انت هتنقل منه، هو اللي يكون موجود هنا. فانت من هنا بتبدا انك تختار مثلا الريدمي نوت 11 برو او الريلمي 3. يا جماعه هو مش معروف هنا باسم الريلمي 3، ولكن لو انت بتنقل من الريلمي 3 للريدمي نوت 11 برو هتضغط على الريلمي 3. هنا بقى السورس بتاعي، المصدر بتاعي اللي عليه المحادثات الريلمي 3، وهنا بقى الريدمي نوت 11 برو. ولكن انا المحادثات موجوده عندي على الريدمي نوت 11 برو وعايز انقلها على الريلمي 3، فهعمل كده، خلي الريدمي نوت 11 برو في السورس وهبدا ان انا اضغط ترانسفير. الخطوه دي بقى مهمه جدا، لازم تعملها في الموبايل بتاعك الاندرويد. لو بتنقل من اندرويد لاندرويد فهتعملها في الموبايلين، لو في طرف من الموبايلين اللي معاك اندرويد فهتعملها في الموبايل الاندرويد. الموبايل الايفون مش مطلوب فيه الحاجه دي. نيجي بقى للموبايل وهقول لك تعمل الخطوه دي بكل سهوله. تبدا انك تخش على الاعدادات، ومن الاعدادات هتروح على حول الهاتف، وهتبدا تيجي على النسخه بتاعتك اللي هي المي اي فيرجن، وتبدا تضغط عليها لحد ما توصل لوضع خيارات المطور، كذا ضغط حوالي 7 ضغطات ورا بعض. بعد كده هتيجي على الاعدادات الاضافيه، وهتيجي منها على خيارات المطور. بعد كده هتنزل تحت شويه هتلاقي تصحيح اخطاء يو اس بي، دي هتشغلها، وبعد كده انستول يو اس بي هتشغلها. الاثنين دول بس المطلوبين منك انك تعمل لهم انيبل. هتقول له تمام انا عملت انيبل، هيقول لك تمام بالظبط فعلا كونكت سكسسفولي، وهبدا ان انا اقول له كونتينيو. هيبدا دلوقتي بيقول لي انت عايز تنقل المحادثات والصور والفيديو والصوتيات والمستندات وكل حاجات تخطر على بالك عايز انقلها، ايوه حتى الستيكرز عايز انقلها، فاقول له كونتينيو. دي بقى الخطوه اللي هنعملها في برنامج الواتساب نفسه، سواء طبعا بنقل من واتساب بزنس او عادي، بتروح على اللي انت بتنقل منه. انا بنقل دلوقتي من الواتساب بزنس، هخش على السيتنجز، وبعد كده هدخل على المحادثات، وبعد كده على تشات باك اب، وبعد كده هقفل الباك اب
اب بتاع جوجل خالص هقول له نيفر. لو عندك معمول على اي حاجه من دول فانت هتعملها على نيفر وبعد كده تيجي تعمل باك اب. بس كده انت عملت باك اب، ارجع بقى للكمبيوتر بتاعك وقول له كونتينيو. هيبدا دلوقتي انه ينقل المحادثات من الريدمي نوت 11 برو للريلمي 3، سواء الموبايل الثاني ايفون برضو مفيش اي مشاكل، نفس الخطوات اللي بتعملها في الموبايل اندرويد هتعملها في الموبايل اندرويد، والموبايل الايفون مش هيطلب اي حاجه خلاف انك بعد كده هتثبت الواتساب زي ما هوريك دلوقتي وتبدا انك تسجل برقمك عادي جدا، هتلاقي المحادثات بتاعتك موجوده. وبس كده شباب العمليه تمت بالفعل. كل اللي مطلوب مني دلوقتي اني هحمل الواتساب بيزنس على الموبايل الجديد وهبدا ان انا اسجل بالرقم اللي هو اخره 58 زي ما بقول لي هنا، اللي هو كان عليه النسخه بتاعتي القديمه. فاقول له تمام انا هعمل لوج ان. نيجي بقى للريلمي 3 بتاعنا وهنبدا ان احنا نثبت الواتساب بيزنس. عايز اوريكم قبل ما اسجل دخول على الموبايل الجديد المحادثات اللي موجوده هنا على الموبايل القديم عشان نشوف هل بالفعل هي اللي هتوصل هناك ولا لا. لما ندخل مثلا على عم ايمن مندوب امازون هتلاقي ان موجود هنا ريكورد وموجود صوره. هنشوف دلوقتي الحاجات دي هتيجي معانا ولا لا. زي ما انتم شايفين يا شباب كده الواتساب بيزنس اتثبت على الموبايل الجديد. هبدا ان انا افتحه واسجل بالرقم القديم بتاعي، اقول له استخدام رقم اخر وادي الكود. دلوقتي جاب لي ان في نسخه احتياطيه. طبعا اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان النسخه اتحطت على الموبايل من قبل ما البرنامج يتثبت اصلا، فلما بتثبت البرنامج البرنامج بيلاقي ان في نسخه اوريدي موجوده على الموبايل، فانت بتعمل استعاده على طول، النسخه بترجع يعني ما بتاخدش ثانيتين اتنين، تم الانهاء على طول. التالي تلاقي النسخه بتاعتك جات لك بصورتك باسمك بكل حاجه، تبدا انك تقول له التالي. اتفضل يا باشا على الدردشه، اتفضل يا باشا المحادثات بتاعتك بنفس الارقام بنفس كل حاجه، ولكن طبعا انت شايف ان موجود هنا ارقام مش موجود اسماء، لان الاسماء موجوده على الموبايل القديم. لما تنقل الاسماء بتاعتك على الموبايل الجديد هتبص تلاقي الارقام دي كلها عندها اسماء. فرقم عام ايمن مندوب امازون اللي كنا شفناه فين بقى؟ اهو هو ده الرقم الاخر 34. هتبص تلاقي ان موجود فعلا الريكورد بتاعه وموجود فعلا الصوره اللي كانت على الموبايل الثاني. طبعا في محادثات ثانيه ولكن هي شخصيه فمش هينفع ان انا اظهرها. كل حاجه جت سواء ريكوردات صور محادثات كانك معاك الموبايل القديم بالظبط. نيجي بقى للمفاجاه اللي قلت لك عليها في بدايه الفيديو، وزي ما انت شفت ان اقل نسخه من واتس جو ب 17 دولار. وطبعا عشان حد يقول لك ان في حاجه هتنقلك من اندرويد لايفون من غير فلوس فاعرف ان هو بيضحك عليك. فعشان اخفف لك من سعر الفلوس شويه تواصلت مع اي طلاب وجبت لك منهم كوبون خصم 30%. اي حد هيكتب الكوبون ده هياخد 30% على اي باقه موجوده عند اي طلاب. كده السعر اقل شويه، تقدر انك تشتري نسخة لمدة شهر وتستخدمها وممكن تتشارك معاها مع حد تاني فتقلل عليك السعر شوية. لو عندك أي استفسار بخصوص الفيديو ده وأي حاجة عامة فقول لي تحت في الكومنتات نجاوب عليها في فيديو أسئلة قادم إن شاء الله. وما تنساش تتابعني على الانستجرام، هتلاقي لينك تحت في الديسكريبشن، هناك بنتواصل مع بعض بشكل أسرع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.